كبس على الشاشة، كبسه. وين مختفي؟ والله موجود. ويني انا؟ هذه رزان تونا. كيف حالك يا رزان؟ طيب وين الخواتس؟ نايمين، انا صاحي عشان الجولة. اما نايمين ذا الوقت تنامون انتم متى؟ المغرب نومنا معكوس يا بجركن، كيف؟ يعني نصحى بالليل وننام بالنهار. طيب الحين بالليل لما صحيتوا؟ لا نصحى بالليل متأخر، يعني على 12 واحدة. دبل يا جايز بليز. يا جماعة الدبل، قفلوا قفلوا الدبل. كبسوا وشيء. كيف الدبل يا شباب؟ والله العظيم بيحطون فوز فينا عنا. قولوا يطلع من بدري عادي يفوزوا، ما عندي مشكلة. كفو يا عمري يا ربي. نافع شكراً يا أخي، فانزاتي والله مرة أحبكم. حتى انتم يا فانزاتي احبكم ولا انا بحبكم؟ إيه وش عندك فاتح بدري؟ والله ما ادري كذا كذا بس لب عينك يا اشلمي يرحب. يا جماعة انا اللي افوز يا شباب، عطوها على هاي شدوا لحظة الدبل يا جايز. انا اللي افوز يا شباب حق تحدي هذا، حقها. احنا عندنا تحدي رسمي أهم يا جماعة. الدبل الدبل. عايدة أقول شيء؟ أنا ولا بعايدة؟ قول. والله ها ما شاء الله، والله كلكم حلوين بس أستحي أقولها، يعني ما شاء جميلين، إن الله جميل أحب الجمال. كيف الحال؟ الله يسلمك إن شاء الله. شلونك؟ هذا الجولة راح تنشف علينا. ها أقول شو أخبارك؟ والله بخير الحمد لله. كيف حالك؟ أرحب يا عبد الله. الله خلاص يعزك يا عبد الله. كفو جاكم عبد الله، لا أحد يدعم، خلاص اللي عندي وقف. يا جماعة انتبهوا، لقد أتاكم عبد الله، والله يشقكم يشقكم. كيف حالك؟ والله بخير، راح تغني انت ايش عارف قبل امس كذا اشكر ولا لا؟ ما غيرتها، هذا لون شعري. ايش في عيوني؟ هو لون شعري بني ما شاء الله تبارك الله. يا ورع انت وياه يا شباب، كيف عندك القمر صافي كذا ما شاء الله؟ شفتي؟ ما عندي لمبات، ما عندي اللمبة هذه تشتغل بس. اوكي. اللمبة ذي اللي جنب الجوال. ما أحب اللمبات، اللمبات توجع في العيون. أها، طب لابس نظارة؟ إيه عشان اللمبة هاي مسكين في عيوني. شايف مخ صح؟ ان شاء الله محافظ على عيونك وكذا. اهم شيء عندي عيوني، هذه عيون اللي يعني. الله يجزاك. لا بجوك ما عندك جحفله صح ولا لا؟ لا والله ما عندي، حطوني فاتح فاتح الحين. يا جماعه انتبهوا لين الجحفل، والله العظيم صدق قوي لو تجفلنا صدق بزعل، لان هالجوله محسوبه علينا. خلاص فوز يا شباب. يعني فزتي وش اللمبه طفت؟ الله يلعن اللمبة. أنا فزت، خلاص كأني فزت بالتحدي. خلاص تفوز يا شباب، أخرب لمباتكم الحين. انتبهوا من الجحفلة. بنات عبد الله يفور راحتهم لحالهم بس. شفتي ما عندنا جحفلة، احنا مساكين احنا. يمكن لأن أنت قلت لا تجحفلون. لا والله ما عندنا، احنا مساكين احنا. لا الله يبارك فيكم يا رب. مبروك مبروك، تستاهلين والله.
الله والله يبارككم يا رب. شكرا مرة، شكرا، الله يسعدكم. شكرا يا عبد الله. أنا ما أدري، شكرا يا بجركة لأن أنت استقبلتنا في شكرا جزيلا، والله ما ادري ايش اقول. خلاص الحين فزت، أقدر ألعب جولات عادي. طب ادخل احدث دخل اثنين، منهم، أي أحد يعني، ما عندك أحد؟ ما ادري والله، تلبس بس بنات لا لا اجلس خليني اشوف من فيك. شوف شوف أي أحد. الله يبارك فيكم، والله مرة شكرا. مني في بنات 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 بنات، ما في بنات. شركوني ايش صار؟ رزان رزان رزان، اسمعك وشو؟ تدرين ابو جركم ميدانيني؟ ليش في؟ ما ادري يا اخي، ما ادري ليش. ليش تقبل الدعوة طيب انت؟ بس كذا قلت كذا بمغصه بس، يعني لازم ننكد عليه، عرفتي؟ انت ايش في صرتي رجاله؟ اسمعي، وين وين خواتس؟ مالك دخل، وين رحت انت من شوي كنت ادور عليك؟ ما لست دخل. لحظة، كنت بدخل أربعة وكنت بدخل، ليش كذا؟ ليش ليش؟ تعال لا تكثرين سوالف، تعالي يلا تعالي. أدفع عكسي، لا حرام، بطلع بطلع على طيب. أزين فكه، نكمل سفر. احنا كنا معاه و... والله عيب. ما بيه ذا مدني، كان قلت لي طيب، ما قلت لي ما بيجيبين، وانا ايش دراني. مدني ذا. طيب خلاص جيب انت من عندك. في بنت هنا بس ما ادري وش هي. كيف ارسل؟ بغيت ارسل تحدي. ما عندي قيد انتظار من عنده. ها؟ عندس؟ احمد وشو؟ مكتوب قيد انتظار. ماني مرسلة لأحد. في واحدة زانة هني. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله. هلا والله. هلا والله، الله يجزاك خير. بعد شوية إذا طلعتي، إي المفروض نحتفل الحين صح ولا لا؟ إي فيلا. أهلين، كيف حالك يا رضا؟ بخير الحمد لله، أنت كيف حالك؟ أنت كويس؟ أنت كويس؟ إي والله كويس. دام يا رب. ما عندك احد يا رضا؟ والله ما كلهم داخلين، يعني ما في احد فاضي. ايه في احد خايف معه؟ والله قال مبسوطة، انا اكيد فايزة مبسوطة. جزاكم الله بالخير يا شبيه صاحبي، حسبي عليك. الله بالخير. طب النور رضع الصدام، مو توني ما احطش انا؟ انا ومنو؟ يلا ابي اضعف واحد، واحد فيكم يكون معاه. يلا شو مين اقوى واحد؟ اضعف واحد.
ابو جركل منور. هلا والله. رزان منوره. اهلين شباب، الجوله هذه باسمي. انتوا اعطيتونا اضعف واحده صج. لان ما اعطينا ابو جركل يا ولد، توني ما احطها انا ب 40,000. يلا بينا يا شباب، نشد ونكبس ونشيء. ابو جركل لو تذالي يلعبون صج ولا قشمرة، شو يوم تشيز كورات معالي. لوي لوي يا لوي. شباب شدوا يا شباب، كب شيروا سعيد وين. ما علينا، ما يخالف، خسر بشرف. هلا شدوا تكبيس، انت ما تحركين سكورتش هذا اللي اقصاد ولا ما عندك. الله يجزاك خير، يعني سعال يعني. يا ليت ابو جركل يتكلم عربي عشان اعرف. شباب شدوا. ها يتكلم عربي ادري بس كلامه سريع فما افهمه. رضا هلا، عندك سناب حطه في البايو ولا لا؟ ايوه حطته في البايو في البروفايل. اي بس خلاص. شفت لونه يخلو دك العيون. يا ابو جركل يا رب ها كوين. ابو جركل سكور. يا ابو جركل انا والله ضيعت مره، ما عندهم شيء. هذا يا رضا سوي شيء. ما ادري وش سويت. شكرا. صح كوين. واحد اربع اصفار عادي. واحد ساعدوني دعم منا منا. يا ام بي جي فزنا. يا ام بي جي الله يسعدك. الله يلعني. ليش جبت الطرف الثاني؟ صوريها لين. وين لين؟ وين راحت؟ مبروك فزتي. مبروك يا ولد ابو نمر. وين نزلت لكم صندوق؟ ابو نمر مين نزل صندوق؟ وين عادي. واحد اربعة واحد اربعة رضا. قولي لرزان رسيل تحبك. تكفين رزان، واحدة اسمها رسيل تقول لك تحبك. وينك ابو نمر؟ كلنا نحبها رزان. كان عند ابو نمر توا. الله يسعدها. بس انت ما شاء الله يا فهد. ابو نمر وينك ابو نمر؟ يعني 8000 تكون حلوه. اوب 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 اوب. فين الداعمين؟ فين كبسوا شيء؟ فدوا 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 فدوا. لا تستعجلين. اوكي فدوا، خلي عندك تكتيك. اكتبوا لها ساعدوني يا جماعه. وين فهميها؟ فهمي فدوى. فهمي اخرك يا بيجي، ما تقصت دايم ولك ما تحركين سكورتش. 100 نقطة عطى مكياج ب 10,000 دينار وسكورتش 100. حرام عليك يا ربع، شد سكورنا شوي. ساعدوني. وينك يا سيد؟ وينك؟ هذا وقتك. ونمر وين؟ شدوا 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 شدوا. شكراً يا برجر. كفو 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 يا واد، راحة وطافونا. كفو كثير. ياس الصقر زين. تحرك سكورتش. نعمة من الله. ياس هو ايش اسمه؟ ثانكيو ثانكيو ثانكيو. ها كيرا زان. شكرا يا ابو جركل. ابو جركل تجي الكويت؟ لا تسكتوني بالله عليكم. اقول تجي الكويت ابو جركل؟ هو يسمعني ولا حاطني ميوت؟ حاط ميوت؟ جركل شيل الميوت. اساله يجي الكويت؟ اوه يس والله سكوري قوي. يس زين بطل اللي عندك. وكبو جركي الظاهر ما يكلم البنات، ما يكلم طقر وحش. يس والله انك كفو يا جماعة. سكور شدوا والله انك انا لحالي يا جماعة، انا لحالي شدوا. كنتوا تضحكون على السكور حقي. جاز صقر حطكم على الصدام واللي قبله. ما في شيء، انا لحالي يا ابو جركل.
أنت خطتي صح؟ كم يا جماعة شفتوا؟ غزان يس غزان يس لا ام بي جي يا غزان يا مال كيف؟ اسمعك اسمعك تعبين خطتي صح؟ قلت لك اتعلم واجيك رزان انا ادري في ما انا ادري في هذا في شيء الظاهر براسه وش فيه طفل حاطين له شنب تلزيق زين لا, لا تغلط على ابو جرك لا انا ما غلط هرب من حكم رزان هرب من حكم وقاعد اكلمه ما يرد علق عنده علق عنده علق عنده والله لا هرب من حكم وما بيحكم اصلا حكم انا ما احكمه ولا يطري على بالي لأن أدري أنا فايز عليهم في الورد بس أنا قاعد أكلمه ما قاعد يرد أنا رجال قاعد أكلمك رد يمكن ما يسمع ما يسمع مشكلته بس يسمعكم أنا ما يسمعني أنا أنا ما يسمعني أنا من اليوم أتكلم ما يسمعني قاعد يسمعني بس لا غفني أنا سكوري ما يروح بالأرض عيب أنا مصور الجولة ومصور هروبة أبكتب شو اسمه أبو بركل مش اسم هذا انحاش من جاسم العنزي والله انزلها عندي قاعد اكلمه اقول ما تجي الكويت عندي كرم الضيافه هني ما قاعد يرد انحاش عيب عليك طيب ريلاكس ترى لعبه يلا اللعب يا بنت الحلال الواحد دعم اللي دعم له حكم طب اللي دعم قاعد عند رضا من دخل وهو ناقد من شنو وش فيك طول بالك ما عندك مستوى وحالته وشايف نفسك على شنو عندك 20,000 خلاص عادي عادي لعب لعب عادي يلا هدوني 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 شوي رضا هدي أعصابك هد أعصابك رزان أبيك بروحك رضا بعد إذنك تنزلين أبي هي تعالي يلا أوكي أوكي وأنت مين أنا عمك أنا عمك وتاج راسك ورايحة. تعالي راس براس أنا وياك يلا وأنت مين أنا عمك تعال الكويت هنا وانا اعلمك حلو هذه انا عمك تعال الكويت وانا اعلمك خلينا نهبط مع بعض توكل على الله رزان سعوديه صح انت ليش مش الجوله ايه تخلي العب شنو نياك بس انا توي طالع من تحدي رسمي ما عندي احد يا اخي هي وانا سنلعب يعني احنا انت ذابح يعني اسمع اسمي جاسم اسمي جاسم جاسم وين حرشتين الله يسعدك زين هذاك هرب من الحكم الله يحشرك وياه ان شاء الله ابي شو اسمه هذاك هرب من الحكم زين ما يستحي انت اللي بحكمك انت رضا تحكمني مو بنت انت هرب منك وانت صورت الجوله انا ما اعرفه اصلا انا ما اعرفه لحظه انت صورت الجوله صح ولا لا العب يا اخوي علقت الجوله هي جوله عاديه ايش بيصير يعني اخذي والناتي لا تردد أن نلعب لعبي الله يسعدك يا جاسم وانا تشرفت فيك وحتى ضفتك نلعب إن شاء الله أيام ثانية أكون أنا متجهزة يعني ليش ما لعبتي خايفة؟ لا مو بخايفة بس بطلع والله يلا ما دام تطلعين بس أمانة قولي له يقولك جاسم عيب تنحاش من الحكم أنا ما كنت بحكمة وقسما بالله وأدري أني أنا فايز لو رامي هو 100,000 يجيني 200 والله وراهي بس عيب عيب انا رجال يعني انت اذا انت مو شايف هذه مشكلتك انت مو مارين عليك رجال جيل اذا انت قاعد تسوي كذي وانت محترمه ومسامعك طيبه وتستاهلين كل خير اذا انت مو سامعه فيني في ناس وايد تعرفني ونلعب ان شاء الله انا ضفتك رزان انا ما يضيفني ثاني يوم الغي ضافته تضيفين والعب معاك ابيك انت ابيك ابيك ان شاء الله بس لا اذا تعبت معاك تهزمي ايش تسوي تهزمي اوكي هي يلا كل التوفيق يا محترم يلا الله يسلمك مع السلامه هلا هلا يا اخي بجرك يحطني ليش كذا يعني ليه
كل بسبب بوجركل. وتعرفين خطتي وتعرفين مدري وشو. يا ربي ثواني اصبروا. تبون نحتفل الحين بالفوز؟ اصبروا وش احط؟ طيب الحين بيقول رزان عبد الله خافت وانحاشت. اوكي بموت يعني، تنقص اذني، بيروح خشمي عادي. شحط 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 ايه تهزأت انا بدال بجركل. شكرا. وسع وسع حق احتفال، نبي احتفال للفوز وكذا. اسمعوا نبي اغنية موحدة عرفتوا، عشان كل مرة نفوز نشغلها. مبروك. اوكي تلفون تدورون ترجعون للمبروك. يلا روحوا. هاي رزون اهلين، شو اخبارك؟ ايش صار فيك؟ وربي اي